جولتنا في الصحف العربية نستهلها من الرياض السعودية التي كتبت أن الآراء ما زالت متباينة حول مستقبل أفغانستان، فهناك من يرى أن الحركة ما زالت على ما كانت عليه بداية المنهج السابق، وهناك من يعتقد أن الأمور اختلفت عنها قبل 20 عاما الماضية، وأشارت إلى أن الحكومة الأفغانية القادمة هي بين أحد الاتجاهين، إما الاستمرار على منهجها المتشدد السابق، وإما أن تكون بداية لحكم دولة القانون وتبدأ مرحلة جديدة من النمو الذي تحتاج أفغانستان. وفي نفس السياق كتبت الشرق الأوسط المصرية أن ما حدث في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية كان فشلا ذريعا وضربة قاسية لأمريكا وحلفائها الغربيين، فقد بدا تقول اليومية وكأنه بعد 20 عاما من التدخل العسكري وأكثر من تريليون دولار أنفقت وآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا، خرجت أمريكا مجروحة الكبرياء مهزومة على أرض الواقع وسط انتقادات الأصدقاء وشماتة الأعداء. وفي الأردن كتبت الدستور أن المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في تونس بعد 25 يوليوز في حالة ترقب وانتظار، فعدم الإفصاح عن خارطة الطريق يؤشر إلى مراوحة باتجاهات متباينة على مختلف القضايا الداخلية والخارجية. واعتبرت اليومية أن حالة الترقب والانتظار ليست مقتصرة على بلد عربي أو شعب بعينه، بل هي جامعة لمعظم البلاد والشعوب العربية والإسلامية التي تعاني ويلات الانفلات الأمني والفوضى، وبسبب ذلك انعدام الاستقرار السياسي الذي هو أساس الاستقرار الأمني والاقتصادي.